موضوع مهم جمع نيلين بيوتي ومفلوكس أنس الشايب يلفت إليه الأنظار بتدخينه في الحفلة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت بيسان إسماعيل اليوم بالاحتفال بوصولها إلى 9 ملايين على قناتها باليوتيوب، واختارت بيسان الصحراء لتقيم فيها حفلتها، وأيضا اختارت شاورما الإمبراطور ليتكلف بالمعازيم، وبيسان اختارت إطلالتين باللون الأخضر. وأيضا من ضمن المعازيم نيلين بيوتي وموفلوكس اللذان كان معا طوال الحفل، والواضح أنه كان هناك موضوع مهم يتناقشون فيه. وأيضا كانت بالحفلة لانا والين اللذان قام بنشر جميع الستوريات منذ الدقيقة الأولى من وصولهم، وأيضا شيرين بيوتي وأسامة مروة، أحمد النشيط نورمار، والمصور الفوتوغرافي أحمد بليب، وأيضا والدة بيسان إسماعيل التي كانت طوال الوقت تتحدث مع أسامة مروة، والواضح أن هناك موضوع مهم أيضا. وبالأخير أنس الشايب الذي لفت انتباه كل المتابعين في ستوري قام بنشره أحمد بليبلي، فأنس الشايب ظهر وهو يمسك بالسيجارة ويقوم بالتدخين، وأغلب المتابعون لم يحبوا هذا الأمر لأن هناك أطفال يشاهدون ستوريات اليوتيوبرز. وأيضا من جهة أخرى فأنس الشايب يعاني من ضيق التنفس، فما رأيكم أنتم بخصوص هذا الموضوع؟ وبالأخير فهذه تبقى حرية شخصية. أوكي جماعة، هسا إحنا وين؟ احنا بالحفلة اللي عملتها بيسان عشان وصلت 9 مليون. الف مبروك بيسان. اي بيسان طبعا هناك والجمعة وجزء روح، بس اهم اشي الشاورما. كونغراتس بيسان. هاي ثانك يو. مبروك، الله يبارك فيك. ثانك يو. يلا كلها كم شهر وبتصير 10 وبتاخذين ان شاء الله. انا صاحب الجيم، انا والجيم بوي احلى واحد بالقعده، انا والجيم جاي. يا ريتك ما تزوجت. بعدك ما بيمشي وكأنك كنت معاه بعد وما عدتيش في دم حبيبي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم وحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلمتكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.